بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. طبعا احنا قادمين على مباراة جدا جدا مهمة امام فريق السد، بطل اسيا وثالث كاس العالم للاندية. لا شك المباراة قوية جدا جدا، مستعدين لها استعداد طيب بالروح اللي دخلنا فيها المباريات السابقة. الحمد لله منتعشين بفوزنا في دوري ابطال اسيا امام سبهان، عطينا دافع معنوي قوي جدا. نطمح ان شاء الله انه نكون في النهائي في اغلى في بطوله غاليه مثل بطوله سمو ولي العهد، خاصه انه احنا خسرنا المره او الكاس اللي فات السنه الماضيه. لذلك السنه هذه نملك كل العناصر القوه للفوز باكثر من لقب، وطموحنا باذن الله تعالى ان شاء الله ان احنا نكون فائزين في هذا اللقب ان شاء الله، ما قبل ذلك في الوصول نهائي ان شاء الله. نحترم طبعا لا شك فريق السد، يبقى فريق كبير، لكن من خلال احترامنا لفريق السد راح يكون ان شاء الله الرغبه والفوز باذن الله تعالى. شكرا. بالنسبه للجمهور، انا اتمنى ان بطوله مثل هذه غاليه مو بس بالنهائي، قبل النهائي ايضا اتمنى يكون تواجد جماهيري كبير. لا شك الجماهير راح يستمتع، راح تكون اجواء طيبه مثل الكرنفال اتوقع راح يكون، راح يستمتعون فعلا في بطولة مثل هذه وتواجد هناك. أتمنى منهم التواجد مؤازرة كل الفريقين أو الاستمتاع بشكل عام، فتحياتي لهم وإن شاء الله بإذن الله نشوفهم في الملعب بإذن الله. شكرا.